السلام عليكم غزالتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير، وكاع اللي كتشوف هاد لا فيديو تكون في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو مختلف كليا على داكشي اللي كنحطو في القناه ديالي. فيديو جديد وان شاء الله يكون مليء بالاستفاده ليكم بطبيعه الحال. هنا جبت واحد لو ساك عامر بزاف ديال لي برودوي اللي بغيت نهضر لكم عليهم، وبغيت نشارك معكم الراي ديالي الصريح فيهم كاملين. فغادي نقسمهم المجموعات، المجموعه اللي عاد مؤخرا بديت كنستخدمها، المجموعه اللي كنستخدمها بشحال هادي وكتعجبني، وكذلك المجموعه اللي كنستخدمها بشحال هادي وما عجبتنيش. فغادي نعطيكم الراي ديالي الصريح. عندي بزاف ديال لي برودوي ولكن ما بغيتش نجمعهم كاملين في فيديو واحد باش ما تخربقوش. فحاولت انني اليوم ندير لكم واحد لا فيديو على دي برودوي جمعتهم اللي مختصين في لوكور. فانا جبت دي برودوي هنايا، حاولت باقي عندي بزاف ولكن باش ما يجيش الفيديو طويل وباش يكون فيه استفاده لينا كاملين، فجمعت واحد دي برودوي وحطيتهم هنايا في هذا لو ساك. ودابا غادي نعزلهم شنو اللي زوين وشنو اللي خايب وشنو اللي عاد كنجرب. دونك ما نطولش عليكم، نمشيو نشوفوا لا فيديو. دابا قسمت لي برودوي اللي عندي، فمنهم دي جيل دوش، منهم دي شامبوان، كاين دي كريم ديال لو كور، وكاين كذلك كريم ديال ليدين. المهم ما نحرق لكمش المراحل، خليكم تتشوفوا، خليكم معايا حتى لافان ديال لا فيديو باش تشوفوا اي حاجه غادي نهضر لكم عليها وشنو الراي الصريح ديالي. اول برودوي غادي نهضر لكم اليوم عليه هو هاد لو شامبوان ديال هيدن شوندرز. صراحه توب توب توب. هذا ويد ارغان اويل، بزيت ارغان، كاين ديال الحامض، كاين ديال النعناع، كاين بزاف ديال الانواع فيه، ولكن احسن واحد صراحه اللي جربته هو هذا ديال زيت ارغان. كذلك حتى ديال الحامض زوين، راه عندي ليه حتى المره اخرى ان شاء الله نوريه لكم. دونك هذا رائع جدا. انا ما كنتش كنحمل كاع نستعمل هذا لو شامبوان هذا بالضبط، حيتاش كان كيدير ليا القشره وانا ديجا ما عنديش، ولكن من استعملت هذا النيت ديال الحامض وكذلك هذا بالضبط ديال ارغان اويل، صراحه كيخلي واحد الملمس زوين للشعر، وكذلك حتى الا ما فيكش القشره يعني ما كينوضاش. سبحان الله، انا هذا دايرينو على القشره باش ما ينوضهاش، انا كينوضها لي، ولكن هذا منين استعملته صراحه طوب، واستعملته لفتره طويله. ولكن ضروري الشعر خاصكم من وقت لوقت انكم تبدلوا له لو شامبوان، ما خاصوش يمشي على واحد لو ريتم واحد، ممكن انكم تبدلوا شامبوان اخر وترجعوا لهذا، ترجعوا لهذاك شامبوان ديالكم اللي كترتاحوا عليه، ولكن الزغبه ديالكم ما خاصكمش تعودوها على شامبوان واحد. هذا اول برودكت. ثاني واحد هو هذا بيوتين اند كولاجين، هذا شامبوان وهذا الكونديشنر. هذا صراحه استعملته وعطيته فرصه كبيره، بحيث ان هذا ثلاثه ديال لي شامبوان اللي كنت استعملت، ولكن صراحه ما زوينش نهائيا، ما عجبنيش. علاش؟ حيتاش ما في الملمس ديال الشعر ملي كتكوني كتغسلي كتحسي به خشن، يعني ماشي ملاس وزوين، اون بلوس ملي كتنشفيه الا ما درتيش الكونديشنر فكيخرج لك، سمحوا لي، فكيخرج لك شعر كارثه. ضروري من الكونديشنر، وانا واخا كنت كنديرو ما كنتش كنلقى شي نتيجه كبيره. كنت مضطره انني ندير هذا الشامبوان لواحد الفتره، ولكن حاليا انا دابا ما غاديش نعاود نشريه، واخا باقي الكونديشنر وباقي الشامبوان فيه ولكن ما غاديش نستعمله حيت شريت واحد جديد. وهذا البروداكت انا ما غاديش نهضر لكم عليه بزاف حيت يلاه جربته هذه دو فوا، باقي ما لقيتش شي افكت لينا هو كبير، ولكن ان شاء الله منين غادي نشوف واحد النتيجه كبيره عليه غادي نشاركو معكم، وغادي نوري لكم دابا باش الا كانت شي وحده من المتتبعين ديالي كتستعملو ولقات عليه نتيجه تكتبها ليا في كومونتير باش نشوف الاراء ديالكم. هو ماي هاد لو شامبوان، هذا باش زوين وباش عجبني انه نو مينرال اويل، نو سيليكون، ونو سولفات. هذا فهاد الشامبوان اللي زوين فيه انه ما فيهش المواد اللي كضر الشعر، وكذلك الخلاصه الكبيره اللي مركبه بها هاد لو شامبوان هو الالويفيرا، وانتم عارفين الالويفيرا شحال فيها ديال المنافع للشعر، فكاتبين هنايا 100% طبيعي وفيه الالويفيرا. دونك هاد لو شامبوان انا يلاه بديتو، منين غنلقى ان شاء الله شي نتيجه اكيد غادي نجي باش نشاركها معكم. سالينا دابا من لي شامبوان غادي ندوزو لي جيل دوش. صراحه انا ما كنستعملش بزاف ديال الانواع ديال لي جيل دوش،
عاد مؤخرا كنتبع دي يوتيوبرز اللي هما معروفين وكيشاركوا ديجا دوش انهم زوينين، ولكن مالوغوزمون جاتنا مع الكونفينمون فما يمكنليش نخرج باش نقلب عليهم. دونك مازال كنستعمل لي جيل دوش اللي كنستعملهم من شحال هادي. دونك اول واحد هو بالموليف لانه غني على التعريف، صراحه الريحه ديالو قويه وكتبقى معاك من بعد لا دوش وحتى الغدا، غير هو ما كتبقاش المده طويله. دونك يقدر مثلا توشي في الصباح العشيه ما تبقاش فيك الريحه، مع العلم ان كاين دي جيل دوش لانه هما واعرين وكتبقى الريحه لاصقه في الجسم الغدا وبعده. دونك هذا اول جيل دوش. وجيل دوش اللي هو كود كور ديالي، عرفتو كاين الصهد بزاف، نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت لكم جيل دوش اللي هو كود كور ديالي في هذا الشيء كامل صراحه، هو هذا جيل دوش ديال لوكس، صراحه واعر بزاف الريحه ديالو. او الريحه ديالو بحال ديال الورد، المهم واحد الريحه فيه قويه بزاف قويه، وهادو من لي جيل دوش اللي كتبقى الريحه ديالهم في الجسم لمده طويله. كنستعمل صراحه جميع الانواع ديالهم، كنستعمل هذا حتى هو الخضر، ولكن انا ديالي كنستعمل هاد لوغوز، هذا كيستعملو الزوج ديالي. ريحه ديالهم ماشي بحال بحال، يعني هذا في شكل وهذا في شكل، ولكن صراحه اللي كيبقى كود كور ديالي هو هذا. هذا زوين ولكن الرجال ماشي العيالات، دونك هذا طوب. سالينا من لي جيل دوش، دابا غادي ندوزو ليستيك. ليستيك صراحه ما كنستعملش بزاف حيتاش كنستعمل واحد لا كريم جايبها معايا من المغرب، دابا نوريها لكم ان شاء الله فيديو مقبل، حيتاش ما كنبغيش انا هاد ليستيك هادو باسكو الا ما رديتيش معاهم البال وما قريتيش لي زانغغيديون اللي فيهم وما رديتيش البال بان ما فيهمش مواد دينا هما مسرطينه، ف كيكحل لك داك البلاصه وما مزيانينش، يعني ما مزيانينش انكم ديروا مواد لينا هما ما فيهمش دي برودوي لينا هما كيحافظوا على الصحه، وكيكون فيهم مواد المسرطنه كيكون فيهم بواحد النسبه كبيره. دونك عافاكم ردوا البال، ما تبقاوش تشريو اي حاجه حتى تقراو لي زانغغيديون ديالهم. نوريكم دي ستيك لينا هما كنستعملوهم مره مره. دونك كاين هذا، هذا خلاص ديال الرجال، ما عرفتش واش كيبان لكم. مهم هذا سميتو سير، صراحه هذا كيشد 48 ساعه، نو ما كيشدش 48 ساعه بالحق، كيخلي واحد الريحه زوينه. كاين كذلك هذا ديال دوف كاتبين عليه حتى هو كيشد 48 ساعه ديال بروتكشن، ولكن ما كيشد 48 ساعه صراحه، 24 ساعه وما كيشدهاش. دونك ولكن زوين، يعني كتبقى الريحه ديالو زوينه. وانا كنستعمل هاد سانيكس، هاد سانيكس صراحه شريته غير حيتاش كنت مضطره. انا قلت لكم كنستعمل واحد البوماد اللي هي كنستعملها من سنين، وكتحافظ لي على المنطقه اللي تحت الاباط حيتاش ما فيهاش الالومنيوم، والريحه ديالها كتبقى ما نقول لكم هذيك 48 ساعه، كتبقى حتى اكثر من 48 ساعه ان شاء الله. دابا نشاركها معكم في فيديو مقبل. وكنستعمل هذا سانيكس، ما كيشدش مزيان، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان ولا ما كيبان لكمش. دونك هذا كيجي على هذا الشكل، ريحه ديالو خفيفه بحال الياسمين ولكن ما عجبنيش، دونك انا خديته غير حيتاش كنت مضطره. ساليس دابا من ليستيك غادي ندوزو للباند بوش، احسن باند بوش جربته في حياتي واللي ما عمري بدلته من اول نهار ملي كنت دايره التقويم وخرجوا ليا دونتيست، ف شريته وديما كنشريه ما كنستعملش شي حاجه من غيره. صراحه هذا البرودوي زوين، وخاصكم ضروري انكم باش ما تضروش اللثه ديالكم تخففوه بالماء، ضروري خاصكم تخففوه بالماء، يعني ديروا واحد شويه مثلا معلقه كبيره وتخففوه بواحد شويه ديال الماء عاد تبقاو تشللو بهم الفم ديالكم، حيتاش كتحسوا به مجهد. دونك احسن باند بوش اللي جربته في حياتي هو ليستيرين توتال كير، هذا وراه ما كاينش اللي ما كيعرفوش صراحه، كاين فيه بزاف ديال لي كولور، كاين الفير كاين بلو، ولكن احسن واحد هو هذا الموف. انا ندوره لكم هكا باش تشوفوه،
صراحه احسن واحد، كنصحكم بيه، ما كيخليش اللثه كتنزف، وكذلك الريحه ديال الفم كتبقى زوينه، وكيتجمع لكم اللثه ديال الفم ديالكم اللي عندهم مشكل فيه. طبيعه الحال هذا ماشي دواء اللي كيبري، ضروري خاصكم تشوفوا الطبيب، ولكن الا كان شي مشكل هنا هو بسيط فكنصحكم بهذا، راه زوين بزاف. المهم نقربوا لكم هنا باش تشوفوه، ما عرفتش حيتاش الاضاءه قويه فما كيبانش. المهم هذا غادي ندوسو دابا لواحد لو جيل نيتوايون ديال الوجه. صراحه سمعت عليه بزاف وخديته باش نجربو، ولكن مع الاسف انني ما لقيتش نتيجه زوينه، دونك ما كيغسل ليش وجهي مزيان، ما كينحش بان وجهي منقي، فقط كنحس بان الملمس ديال الوجه ديالي راه رطب يعني ليس، ولكن انا ما باغاش هاد ما كنتسناش هاد الشيء من هاد لو جيل نيتوايون، كنتسنى ان الوجه ديالي نحس به نقي، ماشي غير رطب ونحس بانه ما نقى ليا حتى شي حاجه. دونك سميت الو ريفريشن جيل واش، صراحه ما اللي كتبين عليه هنايا انه يعني كينقي، هذا مهم، كيصلح البشره العاديه والبشره المختلطه، دايرين فيه بانه ناتوريل و 96% من لي زانغريديون ديالو طبيعيين من لا مارك ديال غارنيي، ولكن ما عجبنيش بزاف ديال الناس شكروه، ولكن انا ما حسيتش بداك ليفي بارفي اللي كنت كنتسناه منه واللي كيهضروا عليه الناس، فما حسيتش بانه زوين. هذا ما غاديش نعاود نشريه، و صراحه خليته كنغسل به غير يدي، ما كنغسلش به نهائيا وجهي. هذا لا باز ديال الويفيرا. البرودكت اللي غادي نهضر لكم عليه هو هاند كريم، يعني كريم ديال اليدين، هذا دايلي ميستريزن هاند كريم، صراحه واعر توب، هذا نورمال تو دراي هاند. هذا الكريم ديال افينو واعر بزاف، والريحه ديالو خفيفه، يعني ما فيهش شي ريحه لينا هي مجهده، الريحه ديالو نوت خفيفه، يعني كانك كيما دايره حتى شي حاجه، ومنين كتستعمليه في اليدين ديالك دغيا كيدخل وما كيخليش اليدين، اهم حاجه فيه هو انه ما كيخليش اليدين كيتلصقوا، فكتحسي باليدين ديالك رطبين، وكذلك كيدخل في البشره، البشره كتمتصو بواحد الطريقه كبيره. دهنوا هانتوما شوفوا الفرق، ما عرفتش واش باين لكم الفرق ولا ما باين لكمش، كيخلي واحد الملمس رطب، ولكن اهم حاجه كيف ما قلت لكم هو ان اليد كتمتص داك الكريم بواحد الطريقه زوينه، كتخلي الرطوبه وكذلك ما كتخليهاش كتلصق، يعني كاين شي كريمات اللي هما ملي كديروهم كتحسوا باليدين ديالكم كيتلصقوا، هذا لا. دونك البرودكت الاخر اللي غادي نهضر لكم عليه هو كيختص بالوجه، ما بغيتش نهضر لكم بزاف على لي برودكت ديال الوجه، عاد غادي نهضر لكم على السكين كير ديالي شنو كنستعمل، ولكن ما قدرتش انني ما نهضر لكمش على هذا البرودكت حيت زوين بزاف، ودابا هذا الوقت ديالو، دونك استغليت الفرصه انني نهضر عليه واحد شويه. والبرودكت هو افين، هذا حتى هو معروف بزاف، وهذا لا مارك ديال افين معروفه بزاف، هذا سان كريم، هذا كريم ديال الشمس، واقي شمس، فيه 50 اس بي اف، صراحه زوين بزاف، التكستور ديالو زوينه، والبشره كتمتصو وكتخلي واحد شويه ديال اللمعان، انا ما كيعجبنيش داك اللمعان، ولكن اهم حاجه هو انه فيه حمايه زوينه وكيجي ليا مع البشره ديالي. انا ما كنحملش نستعمل هذوك كريمات ديال الشمس اللي كيكون فيهم شويه ديال لا كولور بحال باج، ما كنحملش نستعمل حيت هذاك كيخلي البشره ماشي بيضاء، كيخليها بحال غري بحال زرقاء، دونك انا ما كنصحش بهذوك، ويمكن كاين بزاف ديال الناس اللي كيستعملوهم. هذا التكستور ديالو كما غادي تلاحظوا دابا دغيا كيتمتصو حتى هو، ولكن كيخلي البشره رطبه، يعني ما كي من بعد ما كتمتصو البشره ما كتحسيش بها انها ناشفه، بالعكس كتحسي بها بانها ايدغاتي مرطبه مزيان. والريحه ديالو كاي برودوي ديال واقي الشمس، راكم عارفين يعني ما كيكونش فيهم شي ريحه لينا هي كبيره، ومن الاحسن انكم تختاروا الكريمات ديال الوجه اللي ما يكونش فيهم الريحه من الاحسن، فصراحه هذا زوين زوين بزاف. وكذلك ندوز دابا باش نهضر لكم على كريمات ديال البادي ديال الجسم، صراحه عندي هنايا بزاف ديال لي برودوي غادي نهضر لكم عليهم. اول برودكت غادي نهضر اليوم عليه هو بيبي لوشن من لوبولي، هذا من الحجم الكبير، صراحه فيه 500 مليلتر،
وكيدوز بزاف، يعني الثمن ديالو قليل ولكن كيدوز بزاف. الريحه ديالو ريحه ديال لي كريم ديال لي بيبي، وكريم لينا هو كيدغاتي ماشي بزاف وماشي شويه، دونك الا احتاجيتي كريم لينا هو يكون معتدل في الثمن فهذا زوين. ندوزو لبرودكت واحد اخر، هو هذا ديال استيلودور، صراحه زوين. هذا كريم بور لو كور، صراحه الريحه ديالو زوينه، غير هي قويه شويه. شحال ديال الخطرات كنفضل انني نستعمل الكريم اللي غادي نوريه لكم دابا على انني نستعمل هذا، حيتاش هما تيكستور ديالهم بحال، ولكن اللي كيعجبني في الاخر اللي غادي نوريه لكم هو ان الريحه ديالو يعني مقبوله، ان يعني تقدروا انكم تشموها وما تملوش منها. هذا كتشموا الريحه ديالو وبحال كديرونجيني شويه، ولكن صراحه ما نكرش انه كريم زوين وكيرطب. غندوزو دابا للكريم الاخر، وهو هذا من هاد لامارك ديال جولديغا، هذا من لامارك ديال جولديغا. هذا صراحه كودكار، حتى هو انا كثرت عليكم اليوم من لي كودكار، ولكن كل حاجه هضرت لكم عليها عطيتكم كودكار ديالي فيها. دونك هذا رائع، فيه واحد شويه ديال لابريونس ملي كديروه كيخلي في الجسم واحد شويه ديال لابريونس، ولكن الريحه ديالو يا سلام. عرفتوا ما عمري استعملت شي كريم ديال لو كور لينا هو كيدغاتي والريحه ديالو يا سلام. عرفتوا ما عرفتش كي غادي نوصف لكم الريحه، ولكن راها توب بزاف شي حاجه ما نقول لكمش. وكيخلي واحد الهايلايت لينا هو خفيف وزوين، يعني هذا واعر. هاد البرودكت اللي غادي نهضر لكم عليه دابا صراحه ماشي كريم ايدغاتو نهائيا، هذا كنجبتو معايا من المغرب، كريم اللي كيخلي واحد الريحه زوينه في الجسم، وكذلك كيخلي فيه واحد اللمعان اللي هو زوين. فيه ماشي بزاف ديال لي مارك، فيه جوج ديال الانواع، كاين هذا المهم هو هذا، السميه ديالو اكات كيس لوف سيري، المهم هذا سويمن بودي ميست، زوين. ولكن بالنسبه للريحه ديالو فانا كنفضل الثاني اللي كيكون ماشي في هذا اللون، كيكون شويه خفيف عليه، ما عرفتش مهم كيبان لكم هكا اللون، هذا غادي للصفر، هذا كيكون شويه خفيف. بالنسبه لهذا علاش ما عجبنيش، حيتاش فيه النسبه ديال الكحول كبيره بزاف، فيه الريحه مجهده يعني ما كتستحملش، فيه الريحه بزاف ديال الكحول بزاف يعني اللي بغات هكا غير واحد اللمعان يعطيها في الجسم ديالها، فزوين استعمليه، ولكن الريحه ديالو مجهده بزاف. دونك ممكن انك تاخدي الثاني، ما عرفتش الثاني واش اسم مختلف، ولكن لا كولور ماشي بحال هذاك، شويه مفتوح على هذا شويه غادي البيوضه. زوين اون جينيرال زوين، يعني كيخلي الملمع كيخلي اللمعان في الجسم، ولكن بالنسبه للرائحه فهي غالبه عليها الريحه ديال الكول، داكشي علاش ما عجبنيش. ندوزو دابا لجوج ديال الغسولات اللي هما عندي، جوج ديال الغسولات اللي كنستعمل صراحه حتى هما جبتهم معايا من المغرب، زوينين بزاف. ولكن خاصكم ضروري من بعد ما تستعملوهم خاصكم ديروا اون كريم ايدغاتون بزاف، حيت راكم عارفين الغسول ضروري كينشف الذات. دونك اول واحد اللي غادي نوريه لكم هو هذا اللي مصنوع من العكر الفاسي ومن الزهر، صراحه زوين، والريحه ديالو ديال الزهر وديال الزهر، فيها الريحه ديال الزهر بزاف كما كتلاحظوا، كيكون هكا على هذا الشكل و هكا. المهم هذا كنت جبته معايا من المغرب، متوفر في بزاف ديال البلايص. واخر برودكت اللي غادي نهضر لكم عليه هو هذا ديال لويزا وصبار، صراحه زوين ولكن الريحه ديالو مجهده بزاف، الريحه ديالو مجهده بزاف وزوينه. كنستعملهم في لا دوش، لكن ضروري خاصكم ديروا اون كريم ايدغاتون مور هاد الغسولات باش يبقى لو كور ديالكم مرطب. دونك هنا غادي نكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا خديتوا شي نصائح من هاد لا فيديو. باقي بزاف ديال لي برودوي اللي هما ما وريتهمش لكم هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل، وكل خطره ندير لكم سلسله
ما بغيتش ندخل شي فشي. دونك دابا لي كوم برودوي اللي كنستعملهم في الشعر او في لو كور او خلاص في البان بوش او دي كريم هكا، ولكن ان شاء الله من بعد غادي نذكر لكم برودكت اللي كنستعملهم للوجه ديالي وكذلك للشعر، وغادي ندوزو للميك اب ان شاء الله. فبلا ما نطول عليكم دابا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.